سعادة اليوم بحضور جوائز الأم تيريسا للعدالة الاجتماعية تحت عنوان الاستدامة البيئية لأول مرة في أبوظبي وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي أم الإمارات الله يحفظها. هذه الجائزة تعد من أهم الجوائز الاجتماعية في العالم 17 سنة حتى الآن، وهذه أول مرة تخرج هذه الجوائز من الهند إلى بلد آخر، واختارت دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً أبوظبي لتكون هذه هي الخطوة الأولى للاتساع العالمي لهذه الجائزة. وطبعاً اختيار دولة الإمارات لم يكن اعتباطاً، فدولة الإمارات تعتبر من أهم الدول في العالم التي تعنى بالاستدامة وخاصة الاستدامة البيئية، وتعتبر نبراساً للدول في هذا الشأن، فبالتالي اختيار المكان كان مناسباً جداً. المكرمين هذا العام هم علامات من علامات الاستدامة البيئية في العالم، وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الذي فاز بأول تكريم لهذه الجائزة. الحقيقة يعني الحضور وجميع الفائزين يشهد لهم في كل ما قاموا به من الناحية البيئية، وأهم ما قامت به الجوائز هذا العام أيضا هو تكريم صغار السن أو الشباب الذين بدأوا في مبادرات بيئية في سن صغيرة وشجعتهم، وهذا دليل على أنه الاستدامة تبدأ من الصغر، وتشجيع الاستدامة من أهم ما قامت به هذه الجوائز. وأنا فخورة جدا أنها أتت إلى أبوظبي، وأن احنا كنا جزء من مسار هذه الجائزة المرتبط اسمها بالأم تيريسا. والأم تيريسا هي يعني من معالم الإنسانية في العالم والعدالة الاجتماعية.